السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا ما كان، كان حتى كان، ماشي في قديم الزمان. قصتنا لليوم بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. قصتنا ديال اليوم كتاخدنا لمدينة راشيدية بجنوب المملكة المغربية. تما كينا كانت تعيش واحد العائلة اللي محافظة وجد بسيطة، كيف ما تيقولوا ما عندهم شي وما خاصهمش. هاد العائلة كانت تتكون من الأب اللي هو محايد الحاج، والأم الطيبة عائشة يخلف، وعندهم 6 ديال الوليدات، ومن ضمن هاد الوليدات كانت عندهم واحد البنت اللي سميتها سهام. هنا الأحداث كتاخدنا 2011. سهام كانت واحد النهار داخل الفيسبوك بحالها بحال معظم الشباب اللي من جيلها، وكيف ما عارفين ما كاين مسهل من تكوين صداقات والعلاقات بالفيسبوك. سهام تعرفت على واحد شاب اللي سميتو أركان من تركيا، تعرفوا على بعضياتهم حتى ولاو خاصهم كل نهار يهضروا مع بعض، تفاهموا ولقاو بيناتهم بزاف ديال النقاط المشتركة. ومع مرور الأيام تطورت العلاقة ما بيناتهم حتى جا واحد النهار وهو يطلبها أركان للزواج. الصراحة هنا سهام فرحات وطارت من الفرحة، لأنه حتى هي ولات تتبادلوا نفس المشاعر ووافقات. سهام مشات عند والديها وقالت ليهم راه كاين واحد الشاب اللي هو تركي الجنسيه وراه جاي باغي يتزوج بيا. طبعا والديها هنايا ما بغاوش في الاول، رفضوا، ولكن سهام قنعاتهم وقالت ليهم راه هو مسلم بحالنا بحالهم، وتا هما راه عندهم الاعياد وعندهم المناسبات الدينيه بحالنا بحالهم، يعني راه ما كاينش اختلاف او فرق ما بيناتهم. المهم قنعت والديها ووالديها وافقوا. خبرت أركان قالت لي صافي مرحبا، والدي راهم وافقوا. جاء أركان من تركيا جاء المغرب، جاء عندهم تعرف على والديها على خوتها، وتهما تعرفوا عليه، والصراحة كان واحد الإنسان اللي طيب بزاف وجد خالق وبحاله ما كانش، واحد الإنسان اللي كيعرف بينه وبين الله وكيصلي الوقت بوقته، واحد اللي سخي وكريم فيما كيدخل عندهم للدار كيدخل محمل في يدو شي حاجة، وعارفين كاع الناس كيعجبو من الإنسان اللي كريم واللي سخي. المهم كان كيتعامل معاهم واحد المعاملة اللي طيبة بزاف، الناس فرحوا به وما خلاوش حتى هما مجهدهم وما قصروش اش من ضيافات واش من عرادات. حتى جا داك النهار اللي قرروا انهم يضربوا فيه الصداق، مشاو وطلعوا ريقاتهم وداروا العرس ديالهم وفرحوا ببعضياتهم. مشى أركان كيطلع في الوريقات لسهام وصوب لها وريقاتها كاملين وداها معاها لتركيا. سهام أول مرة كتخرج من حضن عائلتها ومن بلادها، مشات مسكينة لتركيا غير بوحدها معها غير الله. المهم مشات لتما كينا فرحانة، وشافت داك الجو تما كينا عجبها الحال، شافت البلاد مع أروعها ومعروفة تركيا كبلد سياحي. في الأول كانوا بخير وعلى خير، شوية وهو السيد تقلب عليها بين ليها وجه آخر. ويلي واش هو هذا السيد اللي تعرفت عليه ولا اللي بغات وتزوجت به؟ شافت وجه آخر، حيد القناع على الوجه ديال الإنسان الطيب والمتخلق ويبان ليها واحد الوجه آخر ماشي ديال بنادم ديال الشيطان. ولات مسكينة على السبان والمعيور كتنعس وكتفيق، وخصوصا بلي عائلة أركان ما كانوش باغينها وما كانوش متقبلينها، وهما يا كانت يسكنوا في نفس الحي ما بعدش عليها، ولكن ما كانوا كيجيو عندها ما كيوصلوها ما كيقربوا ليها. سهام دوزت ياماتا على هاد الحال، ما قادت تقول دارهم والو، ما قادت تشكي عليهم، ما قادت تقول ليهم راني الاختيار ديالي كان غلط، تتقول انا بلا ما نشطنهم بلا ما نعاود ليهم والو. بقات مسكينه هزه دقتها بوحدها، وهي دوز واحد العامين ويتجيب أول بنية. قالت هنايا ربما أركان يتبدل، ولكن للأسف موقع غير العكس. أركان في بلاص ما أنه يتقى فيها الله ويرد باله عليها، ولا في بلاص السبان والمعيور كيسلخها، ولا دائما فيما يتعصب ينود يضربها. السيدة مسكينة استحملات وما قدرت هادشي كامل تعاودوا للتحد، وخصوصا دارهم أش غتقول ليهم، ما كاين ما يتقال. المهم دوزت معاه 6 سنين، داك النهار ويتعرف راسها بلي هي حاملة بالبيبي الثاني. قالتها ليه، قالت لعل وعسى
يجمع راسه، ما يبقاش يمد ايده عليها ولا يسلخها ولا يضربها. السيد كما قلنا عاد باش غادي وكيتمجهد فيه. هي هاديك واحد النهار تخاصمت هي وياه، قالت لي انايا فاد بيا صافي، مبقيتش قاد على هادشي، نمشيو نطلقوا. انا سيدي ما بقيت قد نتحمل العيشه معاك، وانت كاع مجبور بيا، صافي نمشيو نطلقوا، كيما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. السيد غير سمع كلمه ديال الطلاق، مشى كيجري للكوزينه وهز واحد جنوي وجا ليها، بدا كيهدد فيها بالقتل. قال لها هاد الكلمه عمرك ما تعاودي تحطيها على فمك، وصلخها مزيان ما خلاش في جهده. سهام دوزت ديك الليله كحله. تاني يوم غير طلع الصباح مشات عند البوليس، شافوها وشافوا عليها علامات ديال الضرب، العينين من فوق يهين الوجه من فوق، واحد الحاله مسكينه فيها. البوليس دار ليه استدعاء وعطاوه انذار تحذير، يعني قالوا ليه عمرك ما باقي توصل عندها للدار، وهي غتبقى ساكنه في الدار غير بوحدها حتى تولد. سهام ما بقى داكشي فيه ما يتخبى، عيطت لدارهم وحكات ليهم القصه وما فيها. سهام عندها اختها رجاء اللي واحد البنت تتساعد الناس كاملين، وفاش سمعت بلي اختها واقعه في هاد المشاكل كاملين قالت لها اش رايك نجي عندك ناخذ بالي منك وناخذ بالي على الدريه الصغيره، بما ان شاء الله ولدتي وتنوضي على خير. سهام مقداتها فرحه وافقت طبيعه الحال في الحين. رجاء مشات صوبت الوريقات ديالها وخدات الفيزا وهي تمشي عند اختها تركيا. سهام كما قلت لكم مقداتها فرحه، استقبلت اختها تعانق مساكن، دارت بها تسارت بها خرجاتها ما خلات فين داتها، واخيرا لقات على من تحط الراس من بعد 6 سنين ديال الغربه وهي محرومه مشوف بدارهم. دازت الايام وواحد النهار حتى جا اركان دق الباب على سهام، حلات ليه قال ليها بلي انا جاي طالب وراغب بالسماح ديالك وخلينا نرجعوا لبعضياتنا. سهام طبيعه الحال رفضت لانها عارفه البيرو ما فيه، عارفه هو يا اشنو كيسوى، وعارفه بلي باغي يدخلها غير بحلاوه اللسان وداكشي كامل غير كذوب يعني دموع التماسيح. رفضت سهام انها ترجع ليه، شويه بدا كيتهدد عليها، تتهدد عليها بالضرب وبالقتل ويتخرج ليها رجاء. هو في الاول كان يحسب ليه واش كاينه سهام غير بوحدها، انه غادي يغلب عليها ويتخرج ليها رجاء. فاش شاف رجاء هو يتصدم، رجاء خرجت ليه بحال داك الديب المسعور وما خلاتش عليه، ما خلاتوش يحط صباع على اختها، عايرات وسبات ودفعات وجرات عليه. اركان طبيعة الحال معجبوش الحال وتصدم، لا غد لين عاوتاني عاود رجع عندهم، خرجت لي عاوتاني رجاء عاوتاني ما خلاتش عليه. المهم ولا كيشوف ديك رجاء ولات واقفه لي بحال ديك الشوكه، ما بقاش يحمل فيها الشعره، فيما كيمشي عند سهام باش يهددها كتخرج لي اختها، ما كتخليش عليه، يعني كتغلبو بهذا المعنى، ماشي كتغلبو يعني جسديا ولكن كتغلبو بالفم وبالغوت وكتجمع عليه الجيران حتى كيمشي هربع. يا هذيك واحد النهار سهام ورجاء في الدار تعشاو مع بعضياتهم، مشات رجاء دخلت الكوزينه مشات باغا توجد اتاي. سهام كتسمع واحد التقرقيب من جهه الباركو، وعلى فكره سهام كانت تعيش في الطابق الاولاني. المهم سهام كتسمع واحد التقرقيب في الباركو، كتنوض كتقلب تتبغي تشوف شكون طبيعه الحال، واش شي قط واش شي كلب واشنو شي شفار ولا اشنو كاين. سهام فاش طلعت وهي تلقاه اركان، كيف شافتو عرفاتو بلي ناوي على الشر. سهام مشات كتجري لدرجة أنها تلاحت من الباركو وهي كرشها واصلة لفمها، تلاحت من الطابق الأول وتلاحت على كرشها، غامرت باللي في كرشها وغامرت براسها لأنها عرفاتو جاي يعني ناوي الشر. فالسهام طاحت بدات تغوت على أختها، هربي يا رجاء هربي يا رجاء هربي يا رجاء. رجاء الخرجة اللي خرجة من الكوزينة وهي تلقى بيه، تلقات بيه وهي تهرب، هربت منه وجاب الله باللي الباب ديال الكوزينه كان قريب من الباب ديال الدار، هربت منه وهو يا دخل الكوزينه وهز واحد جنوي من الكوزينه وخرج الزنقه، ورجاء هربانه كتجري وهو تابعها. رجاء ما شافش اختها باللي راها تلاحت من الطابق الاول من الجهه الخلفيه،
سهام حادية الدار ديالها وكتغوت حتى تجمعوا الناس، ورجاء مسكينة راه هربانة من الجهة الأخرى غير هي والله معاها، هي كتجري وتابعها بالجنوي. تتجري حتى وصلت حدا واحد المحطة والناس كاينين والناس كيشوفوا، وتا واحد ما قدر يوصل ليها ولا قدر يفك، حتى وصل عليها أركان وشدها وبقى مسكينة كيطعن فيها حتى طاحت موتها. الناس رجعوا اللور، كل واحد خاف على راسه، وأركان من تما كينا هرب. جاو رجال الشرطة هزوا مسكينة رجاء اللي هزوها ميتة من البلاصة، وسهام داوها المستشفى. سهام مصدومة كتبكي وكتولول على اختها وعلى راسها، وكتقول كيفاش غدا نعيط لدارنا ونقول لهم اش وقع. المهم مسكينة عيطت لدارهم، قالت لهم اش كاين واش كاين، وقالت لهم بلي رجاء ماتت بلا ما نعاود لكم قلب الوالدين كيفاش غيكونوا دارو مساكن. عائلة رجاء ناس على قد الحال، وعرفهم حتى هو على قد الحال، ما قدروش يمشيو حتى لتركيا باش يجيبوا الجثة ديال بنتهم. عندهم واحد ولدهم في طاليان، داك ولدهم ولي تكلف بالامر، قطع مسكين في الحين من طاليان لتركيا، وبشاو هو اللي طلع الوريقات ودار كل الاجراءات لنقل الجثة ديال اختو رجاء من تركيا للمغرب، وجاب حتى اختو سهام معاه في ايدو والبنيه الصغيره. واخيرا دخلت سهام المغرب، ولكن دخلت بواحد الحرقه بواحد الحزن، ناقصه اختها او بالاحرى اختها ضحات من اجلها. رجاء مسكينه دفنات بالمغرب وتصلى عليها صلاه الجنازه والله يرحمها. سهام مسكينه عاشت مع اهلها ومع البنيه الصغيره، ولكن ما قدروش ينساو رجاء، ما قدروش ينساو هاد المصيبة اللي طاحت عليهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قصتنا اليوم منها عبرة وإفادة، ماشي أي واحد تلقى بيه في الانترنت وتقول صافي هذا هو الراجل المثالي. شحال من واحد كيقول لك حاجة، وشحال من واحد كيعطيك وجه، ونهار تدخلوا للصح وكتعيشوا مع بعضياتكم عاد باش كتشوفوا الوجه الحقيقي. الإنسان باش تعرف عليه بالعشرة وبالاحتكاك، ماشي بجوج كلمات حلوين في الانترنت. ولكن كما قلنا قدر الله وما شاء فعل، هادشي كامل كان مكتاب. وتنتمنى من الله قصتنا ديال اليوم تنال اعجابكم، وإلى عجباتكم ما تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولكم مني كل الاحترام يا ساده يا كرام، والسلام ختام.